تقول أنها لم تكن منتقبة وانتقبت، ولكن أمها أيضا رفضت النقاب، فبقت بقيت ألبسه في الشارع وأنا طالعة، ولما أرجع البيت بقلعه قبل ما أدخل البيت، فهل علي ذنب وكيف أكفر عن ذنبي إن كان هناك ذنب بأني أخفيت الأمر عن أمي؟ هذه الأخت جزاها الله خيرا، هي لم تفعل شيئا خطأ بل فعلت شيئا مشروعا. النقاب من الأشياء المشروعة، نعم، من الزي المشروع للمرأة المسلمة، وقد كان هو يعني زي نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ونعم العلماء اختلفوا في هل هو واجب أو مستحب، لكنه مشروع. وأمها ما كان ينبغي أن تمنعها، لأن هذا شيء مشروع وطاعة الله تعالى يعني مقدمة. هي جزاها الله خير أخذت بالحكمة، جمعت بين لبس النقاب وبين تجنب يعني إحداث مشكلة مع أمها، فكانت تلبسه إذا خرجت من البيت عند باب المنزل، وإذا رجعت وصل الباب تخلعه. جزاها الله خير، هذا يدل على رجحة عقلها وحسن تصرفها. ودائما الإنسان إذا استطاع أن يوفق بين الأشياء من غير أن يدخل في حرج أو يلغي أحدهما فهذا من الحكمة. والعلماء حينما يستفتون في الأم التي تنهى بناتها أو أولادها عن صلة الرحم ولا تتواصل مع فلان، يقول لهم صلوهم بالتلفون ونحو ذلك من غير أن تعلم. نعم، صلوا أرحامكم لا تقطعوها، طاعة لأمكم، لأنه لا طاعة المخلوق معصية الخالق. في نفس الوقت لا تحدثوا مشكلة مع أمكم. أكرمك الله شيخ الكريم.